خلونا نتكلم معاكم عن يمكن موضوع مهم جدا، وهي الأمراض الوراثية، واللي في الحقيقة بتبقى خلل في المادة الوراثية للفرد. يعني خلل بسيط في القاعدة الأساسية للدي ان ايه ممكن يعمل خلل كبير جدا جدا. كروموزوم واحد سواء اتضاف او قل يعمل خلل كبير قوي لدى الأطفال. وفي مبادرة سيد رئيس في الحقيقة عملها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، واللي أعلنت فحص 214 ألف رضيع، وده منذ انطلاق المبادرة في يوليو العام الماضي لحد دلوقتي، وده بهدف الوصول لجيل صحي خالي من مسببات الإعاقة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من أو عن المبادرة واللي تم إنجازه فيها، وأهم الأمراض الوراثية ضمن مبادرة الدكتورة من الدكتورة هالة عبد الرحمن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. يمكن سمعنا الفترة اللي فاتت عن يمكن الضمور العضلي أو فقر الدم البحر المتوسط، سمعنا عن حاجات كتير، حابين حضرتك تكلمينا أكتر عن إيه هي الأمراض الوراثية. طبعا الأمراض سلسلة كبيرة جدا من الأمراض، وهي نوع من الأمراض. دكتورة هلا، يمكن الصوت مش واضح قوي. الصوت مش واضح كده؟ أيوة. كده تمام، اتفضلي. كده الصوت واضح؟ اتفضلي. تمام. الأمراض الوراثية كبيرة جدا، وقفز عالي تخطينا بها أكتر الدول اللي حوالينا، بعد ما كنا طبعا، وده بعد مبادرات سيادة رئيس الجمهورية للكشف، وخاصة المبادرة الرئاسية المتميزة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة في مجال الأمراض الوراثية، اللي هي المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة. احنا عندنا ابتدينا بالبرنامج، الرحله بتاعتنا ابتدت طبعا بالبرنامج القومي لفحص جميع حديثي الولاده بمحافظه مصر. كل طفل بيروح لاقرب وحده صحيه بيعمل عينه الكعب. البرنامج القومي للكشف المبكر عن مسببات الاعاقه كان بيتعمل من سنه 2000، مرض نقص هرمون الغده الدرقيه. من سنه 2015 يعني تم اضافه مرض اخر، هو مرض الفينيلكتونوريا، وده مرض وراثي بيسبب الاعاقه الذهنيه. وطبعا جت الطفره او القفزه الرائعه بمبادره رئيس سياده رئيس الجمهوريه للكشف المبكر عن الامراض الوراثيه، 19 من الامراض الوراثيه في يوليو 2021 ابتدينا للاطفال حديثي الولاده بوحدات رعايه الحرج المبتسرين، اللي هي الحضانات بتاعه المبتسرين. طب دكتورة، وطبعا ده بهدف الوصول لجيل صحي خالي من اي مسببات الاعاقة. يعني 19 من الامراض الوراثية بيتم اخذ العينات ليها وارسالها الى المركز، عندنا مركز هو مركز مجهز، المركز المصري للتحكم والسيطرة في الامر على الامراض، مجهز باحدث الاعلامية للكشف المبكر عن الامراض الوراثية. فطبعا بيتم الفحص بدقه شديده وتقنيه عاليه جدا جدا، والحالات اللي فيها اشتباه بنطلب ليها عينه مقرره وعينه تاكيديه، وبعد كده الحالات اللي بيتم تاكيد الاصابه بيتم تحويلها للمراكز العلاجيه لتلقي العلاج. سمعنا قبل كده يا دكتوره عن ان المريض في مشروع التامين الصحي الشامل هيبقى ليه فايل، والفايل ده هيبقى فيه الامراض الوراثيه اللي هي ممكن تبقى من الوالد من الوالده، يعني في زي تسلسل زي ما في السجل المدني كده، في معلومات مفصله عن كل شخص، هتبقى ايضا معلومات الطبيه عن كل شخص. علاقه ده بحضرتك ايه؟ هل الموضوع ده متقاطع مع حضرتك؟ واحنا لسه طبعا المبادره الرئيسيه على مستوى الجمهوريه كلها وتفر المحافظات اللي دخل فيها التامين ضمه التامين الصحي الشامل، والمحافظات التي لم يصل ليها التامين الصحي الشامل. فاحنا مش هنستنى الخدمه لما توصل طبعا التامين الصحي الشامل ما يوصل لكل المحافظات. طبعا ده بالتدريج ان شاء الله هيحصل تغيير شامل في كل الخدمات، لكن مبدئيا هي المبادرات الرئاسيه الهدف منها توصيل الخدمه في وقتنا، يعني في اللحظه اللي بتبتدي المبادره بتنطلق المبادره فيها على طول. طيب دكتورة هلا، هل كل الأعراض اللي ممكن تبقى عند حد عنده مرض وراثي بتبان على الأطفال في سن صغير جدا أو منذ ولادتهم على طول، ولا ممكن بعد الفحص ده يبتدي يظهر على الطفل بعدين قدام حاجة تانية؟ لا طبعا، هي دي ميزة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إن الأمراض الوراثية ما بتبانش على الطفل وقت الولادة، لأن الإنزيم ده اللي ناقص أو فيه مشكلة بيكون سليم عند الام.
والام هي اللي بتقوم بتوصيل المواد الغذائيه كلها للاطفال او المواد كلها اللي بتوصل للجسم. فبالتالي بيكون القصه سليمه وهي في وقت الحمل. فالطفل بيظهر بعد الولاده بفترات متباينه بتختلف حسب درجه وشده المرض الوراثي من طفل للتاني، ومع اختلاف شده المرض هتظهر بالتدريج. فبالتالي ممكن الطفل يتولد وتفضل فتره طويله الاعراض مش ظاهره، وحتى الام اللي مش ناجيها زي ما بيقولوا ومش شاطره قوي ممكن ما تلاحظش اي ان في تغير، تقول ده اتاخر في كذا، لا ده عادي الولاد كلهم بيتاخروا. لكن الام اللي اي كلمه بنحترمها جدا لما مش زي بقيه الولاد، هي ما تبقاش قادره تعبر، لكن دي بالنسبه لنا احنا ان في حاجه مش مظبوطه في التطور مش في النمو بقى. التطور بتاع الطفل اتاخر في حاجات كتير هي مش قادره. لكن طبعا الكشف المبكر عن الامراض الوراثيه ان انا العينه بتبتدي من بدايه اليوم الثالث، الهدف منه ان بكتشف مرض الوراثه في اعراض او اي حتى الموقع او احنا بس يعني بنستاذن حضرتك لو نقف في مكان في شبكه شويه، وهسال حضرتك عن مستهدف كم طفل او كم مليون طفل ضمن هذه المبادره؟ احنا يعني مفروض نعمل نحقق قد ايه؟ يعني هل عندنا هدف معين في هذه القصه، رقم معين عايزين نوصل له؟ طيب احنا دكتوره هالة يمكن معنى يعني للاسف ما فيش شبكه في المكان اللي حضرتك واقفه فيه، يعني حابين نقول انه الكشف المبكر من اهم الـ يمكن المبادرات اللي احنا شفناها في الفتره اللي فاتت، وده اكيد بسبب انه شفنا قد ايه مرض وراثي زي الضمور العضلي مثلا بيكلف الدوله فلوس كتير جدا. احنا كنا بنشوف الناس على يمكن مواقع التواصل الاجتماعي بتناشد الحكومه المصريه ان هم يساعدوهم، لان الجرعه الواحده كانت بملايين الجنيهات، ما ببالغش لو بتكلم على حوالي حاجه و30 مليون مثلا للجرعه الواحده، ودي كانت رقم ما حدش يقدر يتحمله. فاكيد ان احنا نتجنب هذه المشاكل من بدري بان احنا نكشف مبكرا على الاطفال عشان لو في اي حاجه من بدري نقدر نعرفها. دكتوره هاله معانا مره ثانيه. ايوه فاطمه، مع حضرتك. طيب هل في خطه انه يتم التوسع، يعني خلينا نتكلم لو في مراكز لعلاج الامراض الوراثيه، يمكن هل في خطه للتوسع في هذه المراكز في المحافظات المصريه؟ احنا عندنا دلوقتي الحمد لله بنمشي بسرعه، احنا دلوقتي 42 مركز علاجي على مستوى محافظات الجمهوريه، وده بهدف تسهيل توصيل الخدمه لاهل الطفل لاقرب مكان من محل اقامتهم. وطبعا ده على مستوى 19 محافظه، وجاري ان شاء الله سريعا جدا وصول الخدمه لكل محافظات الجمهوريه باذن الله في الايام القليله اللي جايه دي. وطبعا المركز العلاجي ده بيكون هام جدا، اول ما بيتاكد الاصابه للطفل بيتم متابعه الطفل النمو والتطور، متابعه الفحوصات الدوريه، صرف العلاج بالمجان، وبيكون في بعض امراض التمثيل الغذائي صرف الاغذيه قليله البروتين برضه بالمجان للطفل، بلس تقديم الدعم النفسي للاهل، لان مرض بيسبب اعاقه نفسيه، بيسبب اعاقه من اي نوع من الانواع، ده بيكون ليه رد فعل نفسي على تقديم الدعم النفسي والمصروف الوراثيه للاهل بهدف انجاز اطفال في الاسره. كل الشكر ليكي الدكتوره هاله عبد الرحمن، منسق مبادره الكشف المبكر عن الامراض الوراثيه، شكرا على مداخلتك يا فندم.